هل أخذ المال من الزوج بين علمه بعد الطلب منه لرفضه الإعطاء رغم أنه يكون معه المال، هل يجوز الأخذ حينئذ أم لا؟ حيث أننا سمعنا من أحد الأفاضل أن ذلك جائز بقدر الحاجة. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد الذين لا يكتسبون، أوجب نفقتهم على والدهم وعلى أزواجهن. فإذا قام الزوج بالواجب أو الوالد قام بالواجب نحو أولاده فأنفق عليهم ما يكفيهم من طعام وشراب وكسوة ومسكن فإنه لا يجوز الأخذ من ماله إلا بإذنه. أما إذا حصل تقصير في النفقة الواجبة عليه وغفرت زوجته بماله فلها أن تأخذ قدر ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف وعلى الإسراف، بقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته هند بنت عتبة رضي الله عنها أن زوجها أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.